السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا الكيك المخملي الاحمر، تقديم رائع. غادي نخدموه بلا كريم ديبلومات، المذاق ديالها اكثر من رائع. اول حاجه غادي نوجدها هي الجنواز، عندي فيديو مفصل في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالو تحت. غادي نعطيكم دابا المقادير ديال المول، القطر ديالو 21 سنتيم، تجي 8 ديال البيضات، 320 غرام ديال السكر ثاني دابا، 320 غرام ديال الدقيق، ملون احمر، يمكن لكم تستغناو عليه ولكن هي كتجي زوينه بهذا اللون، وقرصه الملح. اول حاجه غادي نطلعوا البيض مزيان، نديروا ليه قبصات الملح، وبداو نزيدوا ليه السكر بالدفعات. منين يطلع البيض مزيان عاد غادي نبداو نزيدوا الدقيق خارج ماشي في العجانه، حتى نحيد العجانه بالسباتول غير بشويه من تحت للفوق، ما غاديش نفصل بزاف في الجنواز اللي كاين في الفيديو في القناه. بعد ما تاكدت بلي خلطت الدقيق مزيان، غادي نديرو في المول مخشيه في الفران لمده ساعه المكنه 180 درجه، من بعد ما طيب غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نحطها. من بعد ما خرجتها من الفران حيدتها من بابي كويسون، هذا هو الشكل ديالها، كنديروها على الوجه ديالها باش كتولي مستويه حتى من الوجه. غادي نبدا نقطعها، في الفيديو اللي سبق ما شاركت معكم التقطاع، داكشي علاش بغيت نشاركو معكم هنا، كنتراسيو وكنبقاو ندوزو، يكون مقاد نحطو في مقاد هداك الموس باش كتجينا مستوية، متجيناش بلاصة طالعة وبلاصة هابطة، والقياس كتحكمو فيه بالقياس اللي بغيتو. صافي كنبقى مستمرة كنقطع كنتراسي في الجنب وكنمشي مقادة، القياس غادي تحكمو نتوما، تقدروا تطلعوا القياس اللي بغيتو، انا كندير قياس سنتيم واحد باش ما تجينيش عريضة الجنواز، كنفضل يكونوا الطبقات كتار على انهم يكونوا غلاظ.
نتوما لكم الاختيار، نقطعها ونكمل ونرجع. هذا هو الشكل ديالها، هذا هو السوك اللي عطيتها. صافي غادي نبدا دابا ندير لها المونتاج. دابا غادي نوجدو لاكريم دي بلومات ديالنا. عندي 500 غرام ديال القشدة الطرية خاصة بالحيلويات، وعندي 250 غرام ديال لاكريم باتيسيير. عندي فيديو في القناة غادي نخلي لكم في الاخر الفيديو. غادي نبدا نطلع لا كريم فريش، ما نطلعهاش 100% غير 50% يعني مي مونطي. ومنين غادي تبدا كطلع غادي نبدا نزيد لا كريم باتيسيير معلقه بمعلقه حتى توقف لا كريم مزيان. ضروري ما تكون لا كريم شاده في راسها مزيان باش تبقى الحلوه قابطه راسها. انتم من بعد ما طلعت لاكريم كتكون قابطه راسها. درت لاكريم في البوش، غادي نبدا كنسقي. بالنسبه للسيرو عندي كاس ديال السكر مع كاس ونص الماء، درتهم حتى غلا. صافي غادي نبدا نسقي، غتبقى التحتانيه كنسقيها مزيان. صافي وكنبدا كنمونطي فيها. الطريقه راه موضحه في الفيديو، نخليكم تشوفوا. انا غندير هذه هي الطبقه الاخيره. الا بغيتو تجي عاليه اكثر غادي تزيدوا الطبقات، راه الجنواز كتعطي اكثر من 6 ديال الطبقات. لا كريم ما غاديش نديرها في الوسط كامل، غادي ندير غير جوج ديال الصفوف. وغادي نبدا عندي هنايا واحد الطبقه خديتها فتتها مزيان في العشوار وكنفتتها في الوسط باش هذاك البيض كتكسرو كيجي المنظر ديالها زوين وبسيط، ما نحتاجوش لشي حاجه كثيره باش نذوقوها. صافي غادي نزين انا بشويه ديال المكرونه، تقدروا تزينوها باللي بغيتو. هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا، راه كيجي غزال ما كيجيش حلو بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وديرونا بزاف الاعجاب. بصحه وراحه.